السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة بقى مع بعض في جولة بسيطة كده في سنتر شاهين، هنشوف بقى بيقدم ايه بقى الهدايا عيد الام. كل سنة وكل ام طيبة وفي صحة وسلامة يا رب، وربنا يرحم امي وامهات المسلمين جميعا يا رب، اللهم امين. هنشوف بقى هنا الحلل زي ما انتم شايفين الالوانات بتاعتها، وال جميلة جدا طبعا، هي سيراميك والجرانيت والتيفال. وهنا معانا الطاسات الفرادانية زي ما انتم شايفين، التلات طاسات الجرانيت عاملين 299، والطاسة اللي هي التيفال التلاتة دول عاملين 200 جنيه. طبعا الاسعار مش باينه، ان انا لما روحت بصور كانوا لسه بيعرضوا وبيظبطوا الحاجه، كنت موجوده هناك من بدري زي ما انتم شايفين كده، تحس ان السنتر فاضي لسه كانوا بيعرضوا. وطبعا هنا ركن المجات، المجات جميله جدا وشيك قوي. وهنا التحف زي ما انتم شايفين الستاند ده، وهوريكم بقى الفازات جميلة قوي وفي منتهى الجمال زي ما انتم شايفين، ده كده ركن المجات. وطبعا كانوا مشغلين اغاني عيد الام، طبعا انا بقى قلت اقفل الصوت وادبلج الفيديو، مع رغم كان نفسي انزله والله بالصوت وكده، بس خفت بقى من طبع حقوق نشر. وده ركن الصيني زي ما انتم شايفين، الطقم الرمادي البيج ده في منتهى الجمال والشياكه، هجيبه لكم تاني بجد عجبني قوي. طبعا ده لكل بنت بتجهز حاجات جميله جدا هينفعها الفيديو ده. وهنا التحف زي ما انتم شايفين اهي اللي قلتلكوا عليها، والفازات حلوه قوي قوي قوي، حاجات جميله جدا في منتهى الشياكه. وده بقى ركن التوابل، يعني بصي ان انت بتفكري فيه هتلاقيه موجود هنا، حاجات في منتهى الجمال. وهنا بقى الصيني والكوبايات والكاسات، وطبعا هنروح على ركن الملايات والفوط بقى، هوريها لكم بقى في منتهى الجمال والشياكة. هنا كده ركن الفوط زي ما انتم شايفين، والملايات حاجات جميله جدا جدا، تنفع كل عروسه بتجهز، وطبعا تنفع لهدايا العيد الام. ده كان معانا بقى فيديو قصير جدا، بس المره الجايه هصور لكم بقى بالاسعار، عشان زي ما انا قلت لكم كانوا بيرصوا كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك والشير والاشتراك في القناة. شايفين الالوان عاملة ازاي في منتهى الجمال والشياكة. خلاص ايوه انا كده عرفت، خلاص الفيديو.